صباح الخير، ومكملين مواضيعنا اليوم بدنيا دنيا. رح نحكي عن إنجاز طلابي من جامعة العلوم والتكنولوجيا، حبوا يكون عندهم جريدة خاصة فيهم تختص بأخبار الجامعة، وأيضا لتوصل المعرفة والمعلومات اللي مرات بتكون بتفيد الطالب بشكل أساسي، لكن لضيق الوقت مرات ما عم توصل، فحبوا يجمعوا كل هالمواضيع والفائدة بجريدة واحدة جاست فور جاست. أرحب بالبداية بمحمد سلطان عمايرة، صباح الخير. أنت رئيس التحرير للجريدة، أهلا وسهلا فيك. بدي أرحب كمان برئيسة قسم السوشيال ميديا، صباح الخير رنا أبو الهيجة، أهلا وسهلا فيكي. وبدي أرحب بمدير البحث والتطوير، صباح الخير. طبعا أنت دارس طب بشري، عمار السرحان، أهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني طب وهندسة وتخصصات رائعة جدا، طب بشري برضو زي عمار، وأنت هندسة، أهلا وسهلا فيكم. هلأ أول إشي بدي أشكركم على اللفتة الحلوة إنكم يكون عندكم جريدة، وخصوصا اللي أركز عليه في البداية إنه تخصصاتكم بين طب وبين هندسة مشغولين، يعني من التخصصات اللي بتحتاج ساعات دراسة. فبدي أبدأ من عندك محمد، كيف إجت الفكرة، كيف جمعت الطلاب لإنشاء جريدة؟ نحن بلشت الفكرة، نحن جامعتنا كتير كبيرة، لهيك بصير في كثير شغلات في الجامعة نحن ما بنعرف عنها، فنحن قررنا نأسس هاي الجريدة حتى الطالب يصير يعرف ايش بصير بجامعته. حلو، عرفت علي؟ نحن تأسست الجريدة ب 28/2/2014 تحت مظلة عمادة شؤون الطلبة، وهي مبادرة شبابية غير ربحية. كان هدفها انه ننقل اخبار الجامعة او اي احداث بتصير داخل الجامعة. كمان نحن هدفنا كان نوصل صوت الطلبة، خصوصا انه بعض المشاكل بتصير، فنحن بنعمل مقابلات مع عمداء الكليات، مع رؤساء الأقسام، مع رئاسة الجامعة، بنوصلهم المشاكل للطلبة على أساس نحلها. حلو. لأنه كثير من المشاكل بواجهوها الطلبة وما بلاقوا مين يجاوبهم على الأسئلة، حتى بنتواصل مع مدير قبول التسجيل حتى إنه نحل مشاكل الطلبة. كمان بنبرز مواهب الطلاب بالكتابة والرسم والشعر. نحن بهمنا إنه الطالب يكون عنده نشاطات لا منهجية خلاف الدراسية، لأنه بتعرف إن إحنا جامعتنا كثير دراسة صعبة وضغط دراسي، خصوصا تخصصات إن إحنا موجودين طب وهندسة، فلهيك احنا عملنا هاي الجريده حتى الطالب يصير يعرف ايش بصير بجامعته. حلو. يعني احيانا كان يصير ايفنتات في الجامعه نحن ما نعرف عنها، فنحن صرنا يعني انتم مرقتوا يمكن بموقف. نعم. محمد، عشان هيك بتحبوا يمكن من تجربتكم انه ما حدا يمر بالمواقف اللي صارت معكم. نعم، نحن يعني مرات كنا نمشي بالجامعه نلاقي انه في ايفنت صار ونحن مش عارفين عنه. طب نحكي ليش؟ نحن عملنا الجريدة على اساس نعلن عن الايفنت قبل، نحكي عنه انه في اعلان، وبنودي ناس يغطوه. حلو. يغطوا الايفنتس ويكتبوا عنه، فاللي ما حضر الايفنتس فبيعرف ايش صار فيه. حلو. بعدين عم تشتغلوا باحترافيه كثير عاليه، يعني مش بس بتحكوا عن الايفنت، لا بتروحوا بتغطوه. نعم. وبتحكوا شو صار فيه. رنا، انت يعني ماسكه قسم جدا مهم، خصوصا هالايام عم نحكي عن السوشيال ميديا، كل واحد يمكن على صفحته هو صار عنده جريده، يعني كل خلينا نحكي كل شخص على مواقع التواصل هو باعتبار صحفي بينقل خبر، فهذا القسم بالتحديد قدي يعني مهم جدا ومن أهم، أنا متأكدة يعني أنه من أهم أقسام الجريدة. صح. لا، إحنا بنعرف أنه خصوصا مؤخرا بالسنين الأخيرة صار كل الناس يعتمدوا على الفيسبوك، على تويتر، على إنستغرام حتى يعرفوا الأخبار. هلا أنا كطالبة جامعة بحكي أنه مش كصحفية بالجريدة، إذا أنا بدي أعرف الأخبار ما حأفوت يعني بشكل يومي على إيميل الجامعة وأشوف شو صاير آخر إشي بالجامعة. لا، أنا أتصفح الفيسبوك ممكن أشوف الخبر. إذا كان بهمني نازل من باج الجريدة بفوت عليه وبشوف إيش بهمني أنا فيه. برضو إيفنتات زي ما حكى محمد بالجامعة ممكن إني أعرفها كمان برضو من عن طريق الفيسبوك والمواقع الثانية اللي موقع التواصل الاجتماعي اللي بالجريدة. هذا الإشي كتير فاد الطلاب. يعني إحنا صرنا مجرد ما إنه صار إيفنت إنه عرفنا عنه من الفيسبوك، من باج الفيسبوك اللي بالجريدة. حلو. يعني كيف بتحسي تفاعل الطلاب على المواقع وعلى الجريدة؟ بصراحة كتير حلو. احنا هلأ يعني نحكي معهم كإشي تفاعلي أكتر، انه حبينا لأنه احنا طلاب، هن الطلاب، فإنه احنا بدنا نعرف ايش بهمهم هن أكتر. حلو. ايش بهمنا احنا كمان برضو، لأنه يعني نفس المستوى احنا وياهم. من التفاعل برضه صار عندنا كثير متابعين على الباج، على التويتر برضه صار يعملوا، في عندنا برضه صار اشياء كثير زي احداث واشياء هيك نعرفها من الباج للفيسبوك. واو، حلو. يعني احنا بنحكي عن جامعة العلوم هي والتكنولوجيا، هي تقريبا 24,000 طالب. فعدد طبعا مهم، وحلو انه ينجمعوا كلهم الاخبار، مواضيع الطلاب، اهتمامات الطلاب بمكان واحد. عمار، انت برضه من الاشخاص اللي خلينا نحكي مطلع
على الطلاب، يعني شو الطلاب اللي معكم بالموضوع؟ لأنه أنا بعرف عدد كتير كبير، عم بحكي عن مؤسسة وكأنه بالفعل يعني جريدة إلها سنوات، فأدي عدد الطلاب، كيف اخترتوهم، كيف حبوا يشاركوا؟ إحنا الطلاب بالجامعة بنقسم بين هندسية وطبية. الطبية كطب بشري، كطب أسنان، كصيدلة، والهندسية في الهندسات بأنواعها. إحنا حاولنا نجمع أكبر عدد من الطلاب إنهم يغطوا هاي التخصصات. فشو عملنا؟ أخذنا من كل تقريبا من كل قسم أو من كل كلية، أخذنا عدد من الطلاب مشان يكون أعضاء معنا بالجريدة. طبعا إحنا عندنا الجريدة كلها هي سواء إداريين أو أعضاء، كلهم من طلاب الجامعة. يعني تقريبا في عندنا 13 إداري من طلاب الجامعة، وفي عندنا تقريبا 120 عضو برضو كانوا كلهم من طلاب الجامعة. غير هيك إنه ما فيش ولا حدا منا صحافة وإعلام. كلنا يعني من ضمن طلاب الجامعة، إحنا فيش عندنا كل صحافة وإعلام بالجامعة. نعم، فكلنا من طلاب الجامعة. إحنا خصوصا عندكم يعني الحس الصحفي بس. وهذا هاي المشكلة واجهناها بالأول، إنه إحنا مش طلاب صحافة، مش صحافة وإعلام. وبعدين كيف بدنا نعرف؟ يعني واجهنا صعوبة بالأول، بعدين مع الوقت مشيت الأمور. الحلو بالموضوع إنه إحنا بنوصل لكل الطلاب. يعني إحنا طلاب عارفين مشاكل الطلاب، عارفين قضاياهم، فإحنا بنوصل صوتهم بطريقة يعني حلوة، وبطريقة إنه قريبة منهم من لغتهم. وخصوصا إنه إحنا تواصلنا كمان مع الكليات، تواصلنا مع رئاسة الجامعة إنهم كمان يدعمونا، وصلنا قضايا الطلبة إلهم. حلو. والعمادة والرئاسة كان في يعني إلنا تواصل تشجيع. مع إلنا تواصل معهم، وكان تشجيع منهم كثير يعني. كثير حلو. محمد، لما نحكي عن يعني تقريبا 120 طالب بكل الأقسام، يعني عمل مؤسسي بده إدارة وبده تنظيم، فكيف رتبت الموضوع؟ نحن عملت لنا الجريدة أول ما أسستها عملناها على عمل مؤسسي بحت. يعني نحن عندنا 9 ديبارتمنتس بالجريدة. عندنا كرياتيف ديبارتمنتس، هو مسؤول عن الأفكار التطويرية للجريدة. عندنا الهيومن ريسورس، عندنا مسؤول السوشيال ميديا رنام، وعندنا السيرشنج ديبارتمنت كمان. عندنا الايديتنج ديبارتمنت، هو وظيفته انه يعدل الاخبار اللي بتصير. عندنا كمان الماركتنج، كمان عندنا قسم الديزاين. هاي الاقسام كلها بتعمل عمل مطلوب منها، بتبعث لي ريبورت كل نهايه اسبوع بالاعمال اللي قاموا فيها، على اساس نحدد ايش الاعمال اللي عملوها خلال الاسبوع. يعني كمان انت دكتور ومدير، انه بعثوا لي ايش عملتوا. نعم. شغله ثانيه، انا عامل لهم خطه اسمها خطه المهام والدوائر. اوكي. كل مانجرز عنده خطه معينه لازم يمشي عليها، ويعرف ايش المهام المطلوبه منه خلال الاسبوع. بكون مسؤول عن مجموعه من الاعضاء، يعني 120 مقسمين عليهم، بحيث انه يرتب العمل عليها. والخطه هي زي يعني زي تابل بعبيه، بيعرف انه انا مطلوب مني هيك هيك هيك، فبيمشي حسب الخطط حتى انه يعرف ايش مطلوب منه. كثير حلو. يعني احنا دائما بنحكي للناس اللي بيحبوا الشغله بيبدعوا فيها، فانت مثلا اذا بنحكي على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل الاجتماعي، من الاشخاص النشيطين بتحبي كثير مثلا المواقع على التواصل الاجتماعي؟ صراحه انه هلا يعني صار خلص انه الناس يعني صار تعاملها دائما مع المواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء كمان افادنا بطريقه كثير منيحه، انه بطل الطالب يتقيد انه يروح على موقع الجامعه ويفتحه عشان انا اشوف اخبار. خلص، مجرد ما هو بيتصفح طلع عنده الخبر، فاذا يعني صار هامه او ممكن انه بس يفوت استطلاع يفوت على الموقع بكل سهوله. كثير حلو. يعني هلا انت ماسكه اللي هو صفحه مثلا الفيسبوك باسم احنا ايش؟ احنا جاست فور جاست نيوز بيبر. جاست فور جاست بالانجليزي. اوكي. قد ايه هلا في يعني متابعين؟ ما وصلنا انه زمان كثير. احنا 8 أشهر. 6000 من الجامعه. واو. حلو. من التويتر برضه 1600 فولورز. الانستغرام لسه شغالين عليه وكل ماله عم ينتشر. برضه عندنا اسك بيسالونا الطلاب الاسئله بدهم اياهم، واذا احنا بمجال خبرتنا بنعرف الجواب بنجاوبهم اياهم دايركت، اذا ما بنعرفه بنسال حدا انه يكون عنده الجواب الصح. حلو. عمار، انت برضه من الاقسام اللي استغربت انه موجوده بالجريده. عاده انه خلص ايش في اخبار بنبعث على السوشيال ميديا وهيك، لكن الموضوع اكيد بده يمكن مهام وتفاصيل وخطوات اكثر. فشو بتعمل؟ شو طبيعه عملكم بالبحث والتطوير؟ احنا هذا قسم البحث والتطوير استحدثناه يعني جديد، يعني حبينا انه شكل مؤسسي كامل. يعني البحث والتطوير هدفنا انه احنا نوصل اكبر عدد من الطلاب. هاي اولا. ثاني شيء انه احنا نوصل، كيف بدنا نوصل قضاياهم ومشاكلهم للجهات المعنيه صوب الجامعه. وكمان في عندنا شغله كمان انه كيف بدنا نجيب اخبار. مثلا كيف بدنا نحكي عن في شيء معين
بدنا نحكي عنه. طبعا زي هيك رنا هي اهم شيء طبعا السوشيال ميديا طبعا، لانه كل هاي القضايا وكل هاي الاشياء عن طريق السوشيال ميديا بنقدر نوصلها اكبر. طبعا احنا كمان في عندنا خطه تطويريه هسه ماشيين عليها، وقمنا في بعضها، تواصلنا مع كثير عدد من الجهات الخارجيه للجامعه وداخل الجامعه بحيث انه نطور فكره الجريده الاكبر، وحاول قاعدين نوسع فيها قد ما بنقدر. كثير حلو. بالنهايه في انجازات مهمه، يعني احنا بنحكي بس عمرها 8 اشهر، لكن قدرتوا يمكن لانه كانوا بالفعل الطلاب محتاجين. واكثر الاشياء لفتت نظري انه الاعضاء الهيئه التدريسيه برضه اخترتوا منهم كتاب بالجريده، فخبرنا شو اهم شيء عملتوه خلال هاي الفتره. خلال 8 اشهر عملنا انجازات كبيره. ومن هاي الانجازات اول شيء تعاقدنا مع 3 منظمات عالميه، الاي اف ام اس اي وجاد وايزك. كمان املنا دورات مجانية لطلاب الجريدة بالتنمية البشرية، تي ان تي، سوشيال ميديا، كوميونيكيشن سكيلز. كمان خلينا في عنا اكستشينج طلعنا لطلاب الجريدة لأكثر من 100 دولة بأسعار رمزية، بيسافروا مدة 6 أسابيع، بروح بيحكوا عن الكلتشر والثقافة تاعتهم في الأردن. حلو. كمان عنا 12 عضو هيئة التدريس بكتبوا عنا في الجريدة. طبعا هذول 12 عضو في منهم من شغل مناصب وزارية زي الدكتور محمد طالب عبادات، ومنهم الأستاذ الدكتور محمد نمر رئيس مجلة عالمية في أوروبا، وفي غيرهم كثير بديش اذكر اسماء حتى ما انسى. كثير حلو. كمان نحن عملنا خلال هالفترة هاي استحدثنا أقسام جديدة، مثل مناقشة كتب، يعني طلاب الجريدة بيناقشوا كتاب وننزله، فالطالب بصير يقرأ الملخص عن الكتاب فبيعرف إنه كتاب حلو ولا لا، عشان يستغل الوقت. طبعا كمان استحدثنا إشي اسمه أوتار والحياة، ميوزيك أند لايف، يعني الواحد نأخذ عينة عشوائية نحكي له إيش الأغنية اللي بيحبها وإيش من الميوزيك اللي بيختارها بكون إيش شخصيته. حلو. كمان نحن طورنا نحكي عن حياة الجاليات الأردنية، غير الأردنية عفوا. طبعا حياة الجاليات السورية الفلسطينية، وين أماكن تواجدهم بالجامعة، كيف طبيعة حياتهم. يعني ما شاء الله عليكم شاملين كل المواضيع، بس صار عندي فضول كيف قادرة تلاقي وقت، يعني بحسه هذا دوام كامل. نعم، هي فكرة الجريدة إنه نحن عمل يومي، مش زي المنظمات الثانية أو المبادرات بيشتغلوا مدة شهر وبعديها 6 أشهر بيرتاحوا. نحن لازم كل يوم كل يوم يكون في شغل. بس نحن اخترنا طاقم كبير وعملنا منظومة معينة حتى إنه يصير ترتيب بالعمل وما يصير في ضغط ونوزع شغل. دائما تقسيم المهام بيوفر على. نحن كمان عندنا 10 جنسيات في الجريدة. حلو. عربية وغير عربية، في ماليزيين، في نيجيريين، سويديين، مصريين، أردنيين، فلسطينيين. كيف باللغة العربية ولا؟ في عاملين كمان فيرجن باللغة الإنجليزية للجاليات، لأنه عندنا 54 جالية في الجامعة. كل المواضيع. يعني مش مخلين. في عندنا الجاليري. تمام. جاليري في الجريدة بنحط فيه في شيء اسمه تكنولوجي صورة، يعني بنصور الواحد وبيحكي أي كلمة. حلو. طيب بس أنا لأنه خلص الوقت سريعا، رنا إذا بتقدر تذكرينا كيف بيقدروا يعملوا فولو للفيسبوك للإنستغرام كمان. على الفيسبوك facebook.com/justforjustnewspaper، على التويتر justforjust11، على الإنستغرام justforjust_newspaper. برضو هدول هن يعني الرئيسيين اللي إحنا. كتير حلو، يعطيكم ألف عافية. رنا أبو الهيجة هندسة كيموية، وطبعا رئيسة قسم السوشيال ميديا كمان، محمد سلطان عمايرة رئيس التحرير، وعمار السرحان مدير البحث والتطوير. شكرا لكم، موفقين بهالفكرة الرائعة.